تدهور في الوضع الصحي تعاني منه أحياء دمشق التي مزقتها الحرب، حيث تفشى فيها مرض نادر والذي شخصه الأطباء بأنه متلازمة جيلان باري، حيث يعاني المريض من أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا الحادة، ويليها شلل في الأطراف السفلية ليمتد بشكل تدريجي إلى كامل الجسم، وقد يؤدي أحيانا إلى الوفاة الناتجة عن توقف عضلات التنفس، وتبقى أسباب الإصابة بالمرض مجهولة. العلاج تبعه هو عن طريق فصد البلازما، وفي علاج ثاني بس ما اثبت فعاليه مجديه، هو عن طريق ادويه اعتلال عصبي ذات قيمه عاليه جدا. وثقت المراكز الطبيه في احياء دمشق المحرره القاب وتشرين 26 حاله اصيبت بالمرض، ومع غياب تام لامكانيه علاجه في المناطق المحرره، تسعى بعض المؤسسات الاغاثيه لتامين علاج المصابين نظراً لارتفاع تكاليف العلاج. فنحن عم نستقبل كل الحالات. نحن أول ما تجي لعنا الحالة من نقوم بتصويرها ونشرها على صفحة الفريق، وبتأمين المبالغ اللازمة للعلاج، كونها هي مبالغ طائلة يعني. ومن جهة أخرى يبقى السوريون يواجهون موتاً رسمه لهم مجتمع دولي لا ينفق يقدم لهم إلى الوعود كما يقول البعض. لأورينت نيوز محمد معاذ من أحياء دمشق المحررة.